إذا كنتم لا تتذكرون آخر مرة استمعتم فيها إلى برنامج باللغة العربية الفصحى في الأدب، فهذه فرصتكم لمتابعة برنامجي في حدائق الأدب عن الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي وصولاً إلى الشعر الحديث. ليس ذلك فقط، ولكن أيضاً حلقتين منفصلتين عن كل من المسرح والرواية والنقد الأدبي. مع كل حلقة سأكون أنا محمد رجب في انتظاركم هنا على راديو صوت الساقية، فلا تفوتوا الفرصة. اسمعوا برنامج في حدائق الأدب مع محمد رجب يوم الأربعاء ويوم السبت الساعة 9 على راديو صوت الساقية.